انا الشيء اللي مريت فيه، انا الشيء اللي مريت فيه كان كتير صعب. صح، انا ما دائما، انا لي فترة تقريبا شي اسبوعين عمر بشغلات كتير صعبة، مثل ما بتعرف يعني. انا مخبرتكم من قبل انه عندي بيجيني نوبات هلع. اللي ما بيعرف عن نوبات الهلع، بصيبني نوبات، ما عاد بقى احس باطرافي، بصير ابكي دائما، بختني، يعني هيك شغلات صعبة. انا لي اسبوعين نايمة على التخت، ما عم بطلع، ما عم بتحرك، ما عم بعمل اي شيء. الشيء الوحيد الممكن اني انا اطلع وشم فيه هواء، بطلع على السيارة وبروح على البحر. بحس انا البحر بهالاوقات شوي ورفيقي، يعني ممكن تقولوا فش خلق لي له، تمام؟ بس اتذكر بنبسط، ما بعرف ليش. والشيء الاكبر هو انه انتو نفس الشيء، يعني انا فش خلق لي لكم، منبسط، بحس انه بيجيني طاقة بس افتح الكاميرا، بس اني عم بحكي معكم، عم امن لكم على اسراري، عم بحكي قصص قريبة من قلبي ووصلكم اياها. اوكي، انا الاسبوعين هيك عم مر بقصص كتير صعبة للأسف، بس قررت بيني وبين حالي اني لازم اكون اقوى من هيك، لانه ما في شيء بيستاهل. انا هون ما كتير بامن على الدكاترة الموجودة هون، او ما عندي ممكن ثقة، ما برتاح، ما بحب. مع ذلك انا حكيت مع دكتوري الموجود باستراليا وقال لي ارجع على الدواء هيدي الفترة لبين ما راحت نوبات الهلع، لانه نوبات الهلع اللي عم تصيبني ما بصير تصيبني بهالكمية هي، تمام؟ انا بس يجيني اي صدمة صغيرة ممكن ما تأثر علي فورا، بتأثر علي ممكن بعد شهر، بعد فترة، يعني انا بضل كابتي وما بحكي لحدا، وبضل المشاعر اللي انا حاسيتها جواتي ما بحكيها لحدا، بضل متضايقة من جواتي. فاللي صار هو انه انا فجأة مثل ما بيقولوا انفجرت ورجعت نوبات الهلع والقصص هيدي. بس حاسة حالي أحسن، لهيك أنا عم بطلع وأحكي معكم على الكاميرا. بهالفترة كنت عم فكر إني أطلع وأترك السوشيال ميديا كلياً، بس لا، رفقاتي أنا سجوجو وأهلي كلياتهم قالوا لي لا، ما بصير، هذا مستقبلك، هذا حلمك، لازم تكفي. وأنا بصراحة عم بحكي لكم هذا الشيء لحتى تعرفوا أنا كمان قديش بحبكم، تمام؟ أنا ما عندي مشكلة أصور كل يوم فيديو كرمالكم، بس الشيء اللي مريت فيه كان صعب. أحيانا بس تنصدم من شخص أنت بتحبه، ممكن على شغلات بسيطة يصير فيها مشكلة كبيرة، وأنت تكون مأمن كل شيء لإله. أنا ما بكره حدا، أنا ما بحب أودع حدا، أنا قلبي كتير طيب، أنتم بجوز ما بتعرفوا هذا الشيء. صح انا كنت مشاكسة شوي بسديم وعم بتضحك، بس عم برر شوي كمان انه سديم نحنا كنا اخذين كل واحد اخذ شخصية معينة، بقى هذا الشيء لازم للبرنامج مشان نمشي بالبرنامج صح وننجح البرنامج. بس انا جواتي ما بحب احكي عن حالي كتير، بس برجع بقلكم انه انا ما بحقد، ما بكره، ما بنعرف الايام لوين اخذتنا. بس كمان الشيء الوحيد اللي عم حس رفيقي هو صوتي. يعني انا كيف يعني صوتي؟ انا بهالفتره صوتي هو رفيقي، احساسي هو رفيقي، مشاعري هو رفيقي. صوتي انه انا كل مشاعري وكل احاسيسي، كل شي عم حسه انا عم غنيه هلا حاليا بغنيتي الجديده.
حتشوفوا مشاعر انا مريت فيها خلال هالفترة، حتشوفوا احاسيس او شغلات انا حسيت فيها بهالغنية. بس ارجع اتذكر غنية بتوتر، ما بعرف ليش، لانها طالعة هي من قلبي الصراحة، بنفس الوقت متضايقة. ما راح تفهموا انا شو عم بحكي لحتى تسمعوا الغنية. طبعا الغنية انا صح اني انا بهالحالة، بس انا عم بتعب عليها، ولاني انا بهالحالة يعني بهالحالة راح يطلع معي شيء حقيقي، لهيك انا اخترت اني اعمل غنية وانا بهالحالة. قلت لطلع الشيء اللي انا عم بحسه من جواتي لبرا. ممكن يكون هذا الشيء يفيدني نفسيا، ممكن هذا الشيء يحس بالقوة. وانا فعلا يعني انا مجرد اني عم بحكي معكم انا حسيت حالي اني قوية. انتم بتعرفون اللي انا مريت فيه كان كتير كبير وكتير صعب. انا ولا مرة حكيت هذا الشيء، دائما انشر لكم الايجابي، دائما انشر لكم الطاقة اللي انا بفيديوهاتي انتم اللي بتحبوا طاقتي، حكي اللي انتم بتحبوه، طريقتي بالحكي اللي انتم بتحبوه انا دائما بتذكره. بس بس هذا الشيء يعني خلاص انسوا. ما بعرف، فايتي شوي بالحياة، ما بعرف شو بدي احكي شو ما بدي احكي. بس ما بعرف، انا حسيت حالي كتير انجرحت، حسيت حالي كتير انقهرت، حسيت انه انا انا ما بستاهل الشيء اللي صار. يعني بصراحة انا ما كتير بحابة احكي مواضيع او فوت بتفاصيل، يلي فهم بيكون فهم، يلي ما فهم ما بعرف. ما كتير حابة اصلا فهم الناس انا شو عم بحكي، بس بتوقع في كتير ناس رح تفهم، لانه انا ما كتير احكي يعني انا ما كتير بحب احكي بمواضيع قديمة. الشي الاهم حاليا انه انا عم حس حالي احسن، وهذا الشي كتير منيح. وعم بشتغل على شي حلو، راح تشوفوا مشاعر حقيقية بأغنيتي، حتشوفوا فيديو كليب قصة جدا جدا بتمسني. اسم الأغنية أنا مو مفكرة فيه هلا، محتارة، ما راح أعطيكم اسم الأغنية هلا، بس راح أعطيكم تاريخ الأغنية. تاريخ الأغنية حتنزل ب 10/11، حتشوفوا أنا شو مريت. 10/11 حتشوفوا انا شو حسيت، ب 10/11 حتشوفوا قصة حقيقية. بعرف اني حكيت معكم كتير وكأبتكم، ممكن انا ما بالعادة هيك، بس انا والله يعني والله شاهد علي انه هذا الشيء اللي عامر فيه جدا صعب، وبدي شوية وقت، ومع الوقت انا متأكديني رح صير احسن. بحبكن، بحبكن، بعشقكن من كل قلبي، وانتو بتعرفوا هذا الشي وانتو بتحسوا فيني. انا اتوقع اني حكيت كتير وشرحت لكم كتير. شكرا لكل حدا طمن عني، شكرا لكل حدا بعت لي رسالة. انا بحبكن من كل قلبي، ومثل العادة انتو الاساس، وبحبكن، وان شاء الله بشوفكن بالفيديوهات الجاية. باي.